الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما راح اسكت، لا الله لا يوقف وضعني قدام الناس. انا ما راح اسكت بيني وبين المحاكم والنيابه اللي سوا فيني هذا مو شويه، وانا بنت على وشك زواج بعد شهرين زواجي. الله لا يوقف. ليش وصلنا المرحله؟ ليش انا بنت ناس؟ أحلامك أو أن الأمل انهار، نصنع غدنا ونعطره بالعزم وبالإصرار. من قال تلاشت أحلامك أو أن الأمل انهار، نصنع غدنا ونعطره بالعزم وبالإصرار. سيظل الحلم يداعبنا لن يذبل مهما صار، فضمائرنا صرخت فينا كي تسعدنا الأقدار. من صنعك أنت حياتك قم، إن التغيير قرار، إن التغيير قرار. الابتزاز والتشهير بالسمعة وسرقة الحسابات الإلكترونية تعتبر من الجرائم الإلكترونية ويعاقب عليها القانون. وإذا ما أخذنا حذرنا كوننا مستخدمين لهالتطبيقات الذكية، فمن الممكن نتعرض لنفس الموقف. ومع وجود قانون إلا أن في بعض الناس تسعى لكسر القانون ويتملكها شعور الانتقام ويهدف لجذب اهتمام المجتمع وجذب بيئته المحيطة. هؤلاء الناس شلون تتعاملون معاهم وشلون تقطعون عليهم أي محاولة للابتزاز والتشهير؟ حبيبي اسمعني زين، انا الساطور، عطني اي رقبه عندك اطيرها اطيرها. شنو؟ لا يبا، لا انتربول ولا اف بي بي ولا دي في سي ولا مباحث، ما حد يوصل لي عمي. شو تقول؟ انا الساطور. ليش سميت نفسك الساطور؟ لا يا يبا، تراكم أذيتوني أذيتوني، كل واحد داش علي يسألني ليش الساطور ليش الساطور. يبا الساطور وين هو؟ مو هذا الساطور، هذا الساطور. هذا أقول يا حبايب، أي واحد قاذكم حطوا لي اسمني باللايف وأنا أشرشح لكم أشرشحه. أنا الساطور. شنو؟ قلم الحر؟ خي ولي قلم الحر. يبا هذا مو ولد الديرة، دش علينا ومسوي روح ديمقراطي وباخص ومفتح في اللبن. خي ولي زين، تذكرون اللي عطيتوني اسمه الأسبوع اللي طاف؟ اليوم جايب لكم علومة وأخباره وشرشح لكم تشرشح، بس نطروني على اللايف الساعة 12 يا يستشرف على راسي هالياهل.
الجرائم الإلكترونية وفق القانون رقم 63 على 2015 والمتعلق في مكافحة جرائم تقنية المعلومات نص في طياتي على مواد وجعل به يعني عقوبات تصل من الحبس 6 أشهر إلى 10 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 50,000 دينار كويتي. طبعاً إحنا لما نتكلم عن الجرائم الإلكترونية إحنا نتكلم بشكل عام عن الإنترنت وطرق استخدامه والدخول إلى الإنترنت وأجهزة الحاسب الآلي وأجهزة الموبايلات. طبعاً عندنا الدخول الغير مشروع اللي إحنا نسميه بمصطلحنا العام الهكر، أن يقوم شخص في الاختراق إلى بعض الأجهزة بقصد الابتزاز أو الاستيلاء على أموال الناس أو من أجل نشر بعض الأمور المتعلقة بالأشخاص، تصل عقوبتها إلى 10 سنوات الحبس 10 سنوات والغرامة التي لا تتجاوز 50,000 دينار كويتي. عندنا أيضا الآن يعني المشهور عندنا والمنتشر في أوساط المجتمع بشكل عام هي البرامج التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا. هذا القانون جعل ضوابط وجعل عقوبات لمن يسيء استخدام هذه البرامج، بأن جعل أيضا في عقوبات الحبس تصل إلى 7 سنوات وبالغرامة لا تتجاوز 30,000 دينار كويتي كل شخص يحمل شخص أو يبتزه من أجل نشر صور أو من أجل الاستيلاء على أمواله أو المساس في كرامته أو أن يكون هنالك تجريح لأي شخص مستخدم على الإنترنت. لسانك حصانك إن صنته صانك، الكلام اللي نقوله لي طلع من الشخص إما يكون سيف أو بلسم. سيف لأنه يجرح ويأذي، وبلسم متى ما كان يهدي ويصلح الأمور. في ناس هوايتها تشهر بغيرها، تزيد وتألف وكل هذا من راسها، وفي ناس تسلم أذونها لغيرها اللي تتكسب من وراء التشهير والفضايح بالآخرين. بالنهاية كل واحد يتكلم أو يشهر بغيره ترى هذا من اختياره، والأفضل اللي يتكلم ويفضح ويشهر بغيره يدرك أن كل من عنده أسرار، واليوم ترى لك وباكر عليك. يقال من الكلام ما هو أشد من الحجر في وقعه وأنفذ من وخز الإبر وأمر من الصبر وأحر من الجمر. أنا الساطور، تبي تعرف اسمي صجي؟ مالك أمل. الساطور دائما أحب يوقف مع المظلوم واللي يحاول يتمادى عليه الساطور راح يقطعه. الساطور ما عنده يم مرحميني. الساطور مهمته بالحياة انه يقطع رقاب الناس اللي يستشرفون على المجتمع. كل واحد مسوي لي فيها محترم واخلاق. تاريخكم كله عندي، افضحكم هني انا افضحكم. نرى الحقيقة المتصدرة القضايا في أروقة المحاكم هي قضايا الجرائم الإلكترونية. يعني اليوم يقوم شخص بالتعليق على بعض الفيديوهات أو بعض التعليقات، يقوم هو بالرد عليها، فيتفاجأ باليوم التالي أن في اتصال من قبل مباحث الجرائم الإلكترونية وقد تم سجلت يعني عليه قضية جرائم إلكترونية. وأكثر شيء الآن في هذا يعني المجال، مجال الجرائم الإلكترونية، هي المساس بكرامة الآخرين. يعني يقوم شخص يطلب من بعض الناس أن أعطوني حساب، أنا مستعد أني أنا أهاجم هذا الحساب أو أني أنا أقلل من شأن هذا الحساب أو أني أنا أشهر فيه. فيقوم من البعض يكون عدو أو أيا كان، فيقوم بتزويد هذا الشخص يعني اللي إحنا نقول عنه المتهور والمستهتر في القانون، فيقوم بمهاجمة هؤلاء الأشخاص، وهو طبعا لا شك القصد منه كسب عدد زيادة من المتابعين
ويقوم بسبهم ونشر معلومات عنهم أو نقولها بالعامية فضايحهم يعني. فهني يتفاجأ أن عليه قضية تنظر أمام نيابة الإعلام ومن ثم تحال إلى المحكمة. مع الأسف نعم، بمعنى الآن أنت إذا عندك مشكلة مع أحد فبالتالي عن طريق يعني بعض الأخبار السلبية، بعض الأخبار غير صحيحة، فتحاول أن تنشرها عن هذا الإنسان. الهدف من ذلك إيش؟ أنك أنت تحاول أن تشوه سمعته أو أن تشوه صورته أمام الآخرين، فبالتالي تطلع عليه بعض الكلام، والكلام هذا ما في أي نوع من الصحة في هذا الجانب، فبالتالي أنت من خلاله تريد أن تنتقم منه، وبالتالي تقول عنه كلام وهذا الكلام مو صحيح. مع الأسف أن هذه الظاهرة انتشرت، وأنت عارف الآن يعني مجرد ما واحد يطلع كلمة عن إنسان عن طريق تويتر وعن طريق الواتساب وعن طريق السناب شات، الخبر يعني كأن يعني انتشار النار في الأجيب، خلال ثواني كل المجتمع يدري قاعد يصير هذا الشيء. تعال أنت عاد صحح هذه الصورة، تعال أنت أقول أن لا هذا كلام مو صحيح، هذا يحتاج إلى وقت طويل. فلذلك إحنا نقول الخراب سهل، لكن تعديل وتصحيح أنه يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى وقت. فلذلك أنا أعتقد أن التشهير والفضائح هذا اللي قاعد يصير الهدف منها هي تخريب صورة الإنسان وتخريب العلاقات الموجودة داخل المجتمع وخلق نوع من العداوة والكراهية. لذلك احنا نقول يا جماعة يعني بلا من هالتشهير والفضائح، اذا في شيء يعني حاولوا تسترون عليه، يعني بمعنى ان الستر زين، يعني احنا وين احنا مسلمين نحب الستر، الله دعانا للستر، يعني ما دعانا الا ان نفضح، بمعنى حتى لو ان في شيء غلط، حتى لو في يعني فضيحه، بس ترى يعني مثل ما انا ما احب على نفسي، مثل ما انا ما ابي احد يفضحني، مثل ما انا ما احب احد يشهر فيني، ايضا الغير كذلك. انا شلون انا ارضى لاني اشهر بالاخرين اذا انا عندي مشكله مع نفسي؟ انا انسان يعاني من اضطراب نفسي لما انا احاول اشهر وادخل كاني انا استمتع وأتلذذ بمعاناة الآخرين، بمشاكل الآخرين، بالآلام الآخرين، لما أشوف واحد إنه قاعد يعني يتألم من الكلام اللي سمعه أو الكلام اللي يقولون عنه، أنا أحس إني أرتاح. فبالتالي هذا أنا أعتقد هذا نوع من الاضطراب، هذا النوع من إنسان مريض يعاني من النقص في ذاته، أو بمعنى إنه عنده عقدة النقص، وبالتالي يستخدم هذا الأسلوب فقط لتعويض هذا النقص اللي عنده. وبالتالي أنا أعتقد هذا الإنسان يحتاج اللي قاعد يشهر بالآخرين واللي قاعد يفضح الآخرين بدون سبب، حتى لو في سبب، حتى لو في فضيحة وقاعد يقوم بهذا العمل، أنا أعتقد هذا الإنسان يحتاج إلى علاج نفسي. عندكم اليوم؟ صبر صبر صبر، اليوم جايب لكم ثلاث فضايح، مو فضيحة واحدة، ثلاث فضايح مولعة. ها كنا علق البرنامج. لحظة متابعيني، جيش الساطور العظيم، اطلع من البرنامج وادش مرة ثانية، اطروني. انت ايش قاعد تسوي؟ انا ايش قاعد اسوي؟ انا قاعد اخذ بحق الناس وادافع عنهم. ومنو حطك محامي على الناس؟ منو حطك؟ انا ايش كثر انظلمت من قبل والحين باخذ بحقي وحق الناس. اي حق وانت قاعد تشهر من الناس؟ الحق ما ينوخذ بالفضايح، بس اي واحد يستغل الناس في السوشيال ميديا لازم نفضحه ونشهر فيه. زين وعائلته وعياله شنو ذنبهم تفضحهم قدام الناس؟ والناس شنو ذنبها ينضحك عليها؟ انت على بالك ان انا غلط؟ طيب والناس اللي تابعوني مشاهداتي اللي كلها بالالاف هذه بعد غلط؟ ايه انا بسألك سؤال اخير، انت مقتنع باللي قاعد تسوي؟ ايه ها بصراحة ما ادري لا تعتقد ان الناس اللي تتابعك وتصفق لك ناس تشجعك، هذه ناس تدور الفضايح وانت بالنسبه لهم مجرد تسليه. شنو انا تسليه؟ ايش قصدك يعني؟ ايش قصدك؟ الشرح علي انا اللي مضيع وقت وياك،
أقول عاد ادلف يلا ادلف. احنا اليوم ومن خلال هذا البرنامج المميز ندعو الجميع ان يتوخي الحذر في استخدام هذه البرامج. يعني اليوم تشوف الشيء هذا بسيط او سهل، ولكن غدا تتفاجأ بان حبس صدر عليك او حكم عليك بالحبس مدة 3 سنوات او سنة او بغرامة مالية كبيرة، ومن ثم يعني راح تندم على هذا الفعل، وحينها لن يفيدك هذا الندم. هذا يعاني من عقدة النقص، يقوم بهذا العمل لماذا؟ إما لأن يحاول أن يحصل على المادة، يقول والله تابون أنا أضع لكم هذا الإنسان أعطوني كذا 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 فلوس، فبالتالي هذا حاجة إلى المادة، عقدة النقص يعني عنده نقص من المادة، أو أن هو عنده نقص في نفسه ما عنده نقص مادي، وإنما عنده نقص في شخصيته، بمعنى ما عنده ثقة بنفسه، ما عنده إحساس بآلام الآخرين، بمعاناة الآخرين، ما عنده هذه المشاعر، هذه تكاد تكون ميتة عنده، ما عنده هذا الشيء، فلذلك يحاول أن يثير انتباه الآخرين، يحاول أن يخلق مشاكل للآخرين من أجل الحصول على هذا أو يعوض هذا النقص الموجود عنده. فلذلك أنا أعتقد أن هذا الإنسان اللي يقوم بهذا العمل هذا إنسان يعاني من اضطراب نفسي، لأنه قاعد يقوم بعمل هذا عمل غير سوي، غير مدرك عن النتائج العمل اللي قاعد يسوي فيه، أو أنه اللي قاعد يسوي بس مجرد لفت انتباه الناس لشخصيته. احنا لا نتوقف فقط على هذا الإجراء ان المحكمة خذ حكم جزائي، ولكن هذا الشخص الشاكي او المتضرر سيقوم برفع دعوة مدنية امام المحكمة المدنية، ما ان تحال من المحكمة الجزائية، وتصل يمكن الى 10,000 او 20,000 دينار كويتي، هذه غير القرامة الجزائية. فاليوم احنا دائما نقول استخدم هذه البرامج، هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، ولا بد ان احنا نحافظ على هذه النعمة ولا نجعلها نغمة. الشيء الاخر والاهم في هذا الموضوع ان مطلوب من اولياء الامور تكثيف مراقبة ابنائهم في برامج التواصل الاجتماعي. هناك اشخاص يتربصون لابنائكم وبناتكم، هناك في بعض يعني امتهن فكرة أنه هو يخرج في منظر غير لائق أو يخرج بفيديو مستفز للمجتمع، قاصدا من ذلك الفيديو أن يجعل الناس ترد عليه بعبارات يعني أو كلمات من شأنها المساس في كرامة الآخرين، فيبادر في رفع هذه القضايا. وهذه الأمور أنا مسؤول عن كلامي هي المتصدرة في أروقة المحاكم. هلا حبايبي، هلا متابعيني، اليوم جايب لكم فضيحة نار، مو واحدة، 3 جايب لكم، 3 ومن العيار الثقيل. حبيبي أنا الساطور، اللي يفكر يقرب مني راح يتقطع نصين. ها من انتو؟ سلمون يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. كل الناس عندها أسرار خاشتها أي كان سبب، فمو من حقنا أن نتدخل في خصوصيات الناس. شنو راح نستفيد لما نشهر في غيرنا ونفضحهم؟ شنو بيزيد علينا؟ الإنسان الضعيف هو اللي يدور فضايح الناس ويحب يخوض في أعراضهم وحياتهم. هالشخص نقول له حذاري ودير بالك، لأنه كما قال المثل كما تدين تدان. واسأل نفسك في كل مرة تبي تتكلم أو تشهر في أحد، إيش كثر راح تتحمل دين وإيش كثر راح تقدر تسدده؟ تذكر أن حياتك نتاج قراراتك.